بقى احنا النهارده الاربع يعني خميس جمعه، هوب رمضان دخل علينا. يا سلام عليه لو يطول، والله العظيم يبقى 12 شهر في السنه. طب ما اطمعش خليها 11، انا موافق. قبل حلول شهر رمضان تقريبا 48 ساعه ويهل علينا الشهر الكريم بخيره وببركته وبعظمته، تشوف احياء القاهره الحلوه اللي زي القمر، وهي بقى ايه بتنور بالمصري كده بالبلدي الشعبي، يقول لك بتلعلط بفوانيس رمضان، وتتملي الشوارع بالناس والاطفال اللي بيشتري الفوانيس واللي بيشتروا حاجات رمضان. الفانوس في رمضان ده حدوته من ايام الفانوس ابو شمعه واحنا صغيرين، كان الفانوس النحاس نشتريه ونحط فيه الشمعه، وطبعا هو شيء خطر يعني، كان دايما يبقى في معانا مشط كبريت علشان نولع الشمعه، وناخد الفانوس ونلعب بيه في الشارع قدام البيت، ونقعد نغني ونضحك ونهزر ونلعب الالعاب بتاعه رمضان ونشتري الحاجات بتاعه رمضان ونلعب الحظ بتاع رمضان، كان في بتاع كده مش فاكر مسميه البخت، ايوه كرتونه بخت كده، وتشتري واحده وتشخبطها يطلع لك تحتها كان قرش ساغ على ايام يعني، فما كانش خمس قروش، الخمس قروش كانت بتشتري حاجه، فكان بقى يطلع لك تحتها قرش ساغ، فانت بقى شطارتك ان انت تقعد قدر الامكان تختار مربعات صائبه عشان تجمع خمس قروش عشر قروش تشتري بيها حاجه لطيفه يعني. عادات رمضان في وجهه نظري لا يجب ان تنتهي على الاطلاق، علموا عيالكم الفانوس اللي بجد، مش فانوس كرومبو وفانوس باتمان، فانوس مش بقول لك بشمعة بس فانوس. اتفرجوا على التقرير. انا بحب القديم بس طبعا بجيب للاحفاد حاجات حديثه بقى اللي طالع عليها الصيني الحاجات دي، لكن انا بحب القديم وبجيب واحد ليا قديم اللي هي البطيخة والشمامة، الإزازة من واحدة كحلي واحدة أحمر أخضر، الحاجات التقليدية بتاعتنا بتاعت زمان. في فوانيس حلوة قوي زي اللي هناك دي الصغنونة اللي ورا دي، وفي فوانيس تانية بيبقى بيحطوها زي ديكوريشن كده في البيوت، دي بتبقى حلوة قوي برضو. وفي بقى اللي هي الخشب دي، بس أنا بحب أكتر اللي هي المعدن الملونة دي، بحبها اللي هي الأشكال القديمة. القديم بالنسبة لنا إحنا حلوة قوي، بس بالنسبة للأطفال الأشكال اللي هي بتلف دي وبتدور كده بتغني وبتلف وهلال وعروسة والحاجات دي. أنا بيعجبني الفوانيس القديمة اللي هي دي عشان شكلها حلو والمعدن بتاعها حلو. الصراحه كلها جديده يعني شكلها تحفه، وحاجات انواع يعني انواع مختلفه كلها. في تورتايه طالعه جديده السنه دي، وبوجو طمطم برضو طالع جديد السنه دي، وكل حاجه طالعه جديده السنه دي يعني.